جيت شويه مزروبه ما حضرتكم الفوق مي كمان ان شاء الله ننفعكم لو حتى بالقليل موضوع في عيني ما راكمش بمليحه بون انا دليل يعقوبي عمري 45 سنه عندي امين 15 ومريوم 10 كنت نخدم كونتابل في شركة ما بين البريفي والخواص أكثر من 2 عام بعد بوغ إن كريز إيكونوميك لقيت روحي بطالة في الدار مش بطالة خاطر جبت بنتي في الوقت هذاك بعد تالي لوجت بيان سور الخدمة ما لقيتش في العمر مغرومة برشا بالفوتوغرافي لوجت باش نعمل فورماسيون عملتها وقررت باش نبعث مشروعي اللي هو استوديو فوتوغرافي كي بديت نقرا لقيت اللي الفوتوغرافي معناتها دومين كبير قد ما نعوم فيه قد ما هو مازال واسع وبعيد برشا عجبني برشا الجانب الفني في الفوتوغرافي وملي كنت مع فن الارقام اللي هو الكونتابيليتي وليت مع فن الصوره الرقميه اللي هي الفوتو المشروع ماشي على روحه مع الفوتو كملت فما دي كلوب فوتو كملت معاهم كما مامور دو ستاف كانت الفكره حلوه وبعد تالي حبيت نتوج روحي بالاكسبو لقيت لازم نعمل حاجه كم فوتوغراف في وقت من الاوقات اللي بعد الثوره المراه ولات ممسوسه برشا وحاب يمسوا مجال الحمايه الشخصيه حاب يعملوا برشا حكايات ويحبوا يرجعوا المراه كانها ما تصلحش ولا كانها المراه عنصر زايد في المجتمع تعطل وما هيش قاعده تبني حبيت انا في الاكسبو نتاعي نوريهم اللي المراه موجوده من قبل مش من توا والمراه في الدومين الكل تلقاها كيك سوا مراه مثقفه ولا مراه تاع دار ولا مراه اللي تخدم في الفلاحه حاولت ندور في تونس الجمهوريه كلها ما نجمتش بون فمولت روحي بروحي مي حاولت نبرز الماكسيموم الفوتوغرافي والاباري فوتو خلتني نتعرف على برشا عباد خلتني ندخل في برشا بلايص مهمين درت في الجمهوريه مشيت للقصرين مشيت للزغوان مشيت للشمال الغربي قبل كنت المراه اللي من الدار الخدمه للدار مع التصفير كنت روحي ما عرفتش بلادي ومازلت حسيت روحي كاني مازلت حتى ساقي في الدنيا بديت نتعرف على تونس انا صحيح عمري 45 عام نحس في روحي عمري 15 16 حاجه كان هكا بالحق خاطر واحد يعيش لا روتين تقتله وتخليه من غير طموح وصحيح راهو العبد في مخه انه يتجاوز برشا مع برشا معناتها حاجات ديزوبستاكل يتجاوزهم لازم يكون في مخه انا كنت قبل انسانه راكده في الدار معناتها الروتين اللي عايشين فيها الجينيراسيون تاعي عشنا بالروتين هذاك مي كي تعلمت الفوتوغرافي وخرجت لقيت روحي ما نعرف حتى شيء في الدنيا ما نعرفش العباد ما نعرفش بلادي ولقيتها فرصه اني باش نستغل اكثر وتوا بديت حس في روحي تو بديت جربت الفوتوغرافي في استوديو عشت فور اون بيريود لقيت روحي كهوية زي تو نخمم في مرحله واحده اخرى انا صحيح خدمت معناتها شويه صحافه واحده ما سو كوموند ومش كيف نحب انا ان شاء الله معناتها بروشينمون مازلت نكون في روحي ان شاء الله بروشينمون ندخل مع اجونس دو بريس نصورها اكسبيريونس حلوه شنو هو الاخر انا نسيت سخونة برشا السنة بون هذا ان شاء الله تكون الاسبوع عجبتكم وانا نشجعكم بيرسونيلمون راي الاعاقه والانسان اللي يقول ما نجمش ولا سبا بوسيبل ولا ما لقيتش خدمه ولا هاني قاعد في الدار ولا كيفاش ولا علاش لا راه كل شيء في المخ اذا كان مخك يخدم اذا كان انت عندك العزيمه وتشد قدره ربي توصل والبروف اللي انا هوني في وسطكم وبتات من الاكسبيرينس نتاعي هاني حاولت نوصل حويجه
شعري ناتوريال ويقولوا له شي بالسعد والسعد نتاعي قام اللي دخل في دومين لاغ فوتوغرافيك وحسيت روحي كيف ما قلت لكم قبيله اللي هو تو بدي حسيت حتتسقي في الدنيا تو بديت نعيش. بصيقة أكبر ساعة مدى أول مرة يجي فيه كل أمر يحضر فيه مرحبا بيكم إن شاء الله هتعاود تحضر مرة أخرى تقري مو مرحبا بيكم اللي ما جاش البيل قبل يلزم يعرف إنه بعد كل سبيتش عنا تغيير صغيرة متاع ديبار ديبار معناها نخلي لكم تحكيوا مع السبيكرز نتاعنا تسالوهم تعرف عليهم اكثر كيف ما حاجه هكا كي تيغي فوز اتونسيون في السبيتش نتاعها تسالوها عليها اي فوسا دونك شكون يحب يسال مدام ديال كترش عليا في الاسئله تغشش راه عسلامة مدام دليلة نحب نسألك يعني شكل موقف رجلك من هذا وكيفاش وفق ما بين صغارك والفوتوغرافي باهي أنا باش نحكي كل شيء ما باش نخبي أنا خديت رجلي عن قصة حب كبيرة وعشت مصيبة هاي العائلة خاطر تقعد ديما مطبسة ومعناتها تتنازل